مرحبا، اليوم بدي أحكي من الأسبوع اللي على الأسبوع اللي بيبدأ من الاثنين 21 آب أغسطس للأحد 27 آب أغسطس. طبعا هيدا الأسبوع أسبوع كتير مهم، لأنه يبدأ الاثنين 21 آب أغسطس بكسوف للشمس. كسوف الشمس هو قمر جديد، يعني القمر والشمس بيلتقوا بنفس النقطة، وهيدي السنة هيدا الشهر القمر والشمس بيلتقوا ببرج الأسد الساعة 9:22 بيصير الالتقاء الكامل التام وبيبلش الكسوف 9:22 مساء بتوقيت بيروت. الثلاثة والأربعة في عنا القمر بيكون موجود ببرج العذراء، الخميس والجمعة القمر ببرج الميزان، السبت والأحد القمر بيكون ببرج العقرب. الحدث الثاني المهم إنه الأربعة بتاريخ 23 آب أغسطس الشمس بتنتقل من برج الأسد لبرج العذراء الترابي. كوكب الزهرة بعده يتنقل في برج السرطان العشرية الثالثة، وكوكب المريخ يتنقل في برج الأسد. فكيف رح بتكون أبراجنا بهذا الأسبوع البداية مع برج الحمل؟ بالنسبة لك مولود برج الحمل، فينا نقول إنه هيدا أسبوع نوعا ما بيحمل تغييرات كبيرة، نوعيته رح بتكون مختلفة لأنه الشمس رح تنتقل من موقع بهمك لموقع آخر. كنت مرتاح بوجود الشمس ببرج الأسد، ما رح أحكي كتير بهيدي التفاصيل، رح أحكي ركز فقط عن هيدا الأسبوع. يلي بده يعرف الشهر كيف بيكون بدك ترجع تحضر وتتابع الفيديو اليوتيوب لشهر آب أغسطس. بالنسبة لبرج الحمل، نهار الاثنين أو يوم الاثنين 21 آب أغسطس بعتبره نهار كتير مهم، نهار بفعل عملك حياتك بقويك بيعطيك عزيمة قوية. القمر والشمس الاثنين موجودين ببرج الأسد اللي هو برج صديق لك، وبالتالي فيك تقول إنه التأثيرات الفلكية مسلطة على قدراتك العاطفية الاجتماعية وهنالك نجاح مهني أيضا. الثلاثة والأربعة بسبب وجود القمر ببرج العذراء بتكثر عند مواليد برج الحمل المسؤوليات والضغوط، الجو الروتيني اليومي يتغير ويمكن يكون في بعض المسائل الصحية اللي عم تشتغل عليها، لكن كل هالأمور هي نوع من بداية جديدة لك، فما لازم تخاف من أي شيء على الإطلاق. الخميس والجمعة بسبب وجود القمر في برج الميزان هنالك مواجهة لك، هنالك نوع من ضغط لك، هنالك نوع من خصومة أو نوع من تحدي بانتظارك، فحاول تكون مرن. سر النجاح هاليومين هني المرونة والدبلوماسية. السبت والأحد القمر من برج العقرب والشمس موجودة ببرج العذراء، هنالك رغبة عند بعض الأشخاص إنه يطلعوا كتير على التفاصيل، وهذا شيء يمكن يزعجك مولود برج الحمل، فحاول انك تتابع الامور بدقة، ويمكن تضطر تسأل احد اشخاص اللي عندهم اختصاص معين حتى يخف الضغط عنك وتبطل عتلين هم. يلي عنده تغييرات كبيرة بهالاسبوع 18 و19 نيسان ابريل، الاكثر حظا هي مواليد 10 ل12 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، ابتداء من يوم الأربعاء 23 آب أغسطس تنتقل إلى مرحلة كتير إيجابية وكتير حلوة بسبب طبعا تأثيرات الشمس من برج العذراء، وطبعا القمر كمان الأربعاء رح بيكون ببرج العذراء. بالنسبة ليوم الاثنين 21 آب أغسطس مولود برج الثور، تتأثر نوعا ما بضغوط سلبية بسبب فينا نقول انه كسوف الشمس اللي بشكل مربع معك، هنالك نوع من ضغط، انتبه من الخلافات العائلية وانتبه من التعب الصحي. الثلاثة والأربعة هنالك تجاوب معك، هنالك انسجام معك، هنالك دعم لك، هنالك انفراجات كثير كبيرة بتخلي مولود برج الثور يشعر بارتياح وبترجع لك الثقة في النفس، وبعتبرهم يومين رائعين بهيدا الأسبوع. أما الخميس والجمعة مولود برج الثور بدك تنتبه لمسائل عندك إياها أو واجبات عندك إياها، حاول إنه ما تقصر فيها، مطلوب إنك تعطي أفضل ما عندك، في تعب، في قلق، في مسؤوليات، في جدول أعمال، وما لازم تتأخر، ما لازم تمشي ببطء، لازم تنظم وقتك، ولكن لازم تضل عينك على جدول الأعمال. السبت والأحد يومين بيتحدوك، بيخلقوا لك معاكسة، يمكن تكون على موعد كتير مهم مع ارتباط، مع زواج، أو حتى يمكن مع مواجهة قانونية، فكون حذر مولود برج الثور. بالرغم من هالجو هيدا، بعتبر
تعتبر 7 8 9 ايار مايو، وايضا مواليد نيسان ابريل هي الاكثر حظا. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، كسوف الشمس يوم الاثنين بالنسبة لك بشكل محطة مواجهة، محطة تواصل، رغبة في تفسير الأمور والدفاع عن قضية معينة. بيقدر مولود برج الجوزاء يحقق نوع من تغييرات كبيرة، وذلك من خلال الكلمة، من خلال التفاوض، من خلال بحث الأمور. هنالك أجواء إيجابية جدا بتساعدك يوم الاثنين، وبعتبره من الأيام الحلوة. الثلاثة والأربعة مولود برج الجوزاء بدك تنتبه من بعض المزاجية ومن بعض الخصوصيات يلي يمكن بيحاول بعض الأشخاص أنه يدخل فيها، وأنت بتعرف أنه هيدا شيء ما بتحب حدا يدخل فيه. في بعض المزاجية بطلب منك أنك تتابع الأمور بكل هدوء وتبتعد عن أخذ الأمور على محمل الشخصي. الخميس والجمعة يومين ممتازين بهيدا الأسبوع، هن اليومين يلي بردوا لك حقك، بردوا لك الأخبار السارة، بيعطوك الجواب اللي أنت بدك إياه، من تقدم، من ارتياح، ويمكن حتى من نوع من طمأنينة بتقدر تحصل عليها. الأجوبة الحلوة اللي بدك إياها هن إذا يومي الخميس والجمعة. السبت والأحد هنالك تعب، هنالك قلق، مسؤوليات عائلية، مسؤوليات شخصية، مسؤوليات يمكن صحية، بتضطر إنك تشتغل أو تساعد أحد أفراد العائلة لتصلح الأخطاء، أو بتضطر إنك تاخذ شغلك على البيت، أو يمكن يكون في مسألة صحية فانتبه لها. بالرغم من كل هالجو، الأكثر حظا هي مواليد 12 و13 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان، وجود الشمس ببرج الأسد أو ببرج العذراء بالنسبة لك جيد جدا، سواء إذا ببرج الأسد أو العذراء. بالنسبة لك في تقدم، بالعكس حتى رح بيكون في تسارع في الأحداث الوتيرة، ورح بتكون الأمور إيجابية ورح بتكون على زوال. التنين وبسبب كسوف الشمس، انتبه مولود برج السرطان لما بتكون عم بتفاوض مسائل مالية أو بتكون عم تشتغل على بعض المسائل المالية أو التفاصيل بالحسابات، فكون منتبه لهالأمور، وحاول مولود برج السرطان أنه تعطي نتائج جيدة. احتمال يكون في مصاريف أو احتمال يكون عندك مكاسب وأرباح. الثلاثة والأربعة مولود برج السرطان تتمتع بقدرات مهمة جدا، فكرية وأيضا جسدية، بتخليك تكون أنت من المنافسين الأقوياء وشخص ناجح جدا، وقادر انه انت تغير الامور وتقلب الامور بسبب افكارك القوية وقدرتك على الاقناع. الخميس والجمعة بعتبرهم يومين نوعا ما بيطلبوا منك انك تكون هادي نوعا ما مع ذاتك، بدك ترجع لذاتك. هنالك مسائل تهتم فيها بحالك، بذاتك، ببيتك، بعائلتك، بخصوصياتك، لتحسين الامور ولترتيب هالاوضاع. مش بالضرورة يكون في امور سلبية، بالعكس تماما. السبت والاحد بعتبرهم من اجمل ايام الاسبوع، وبعتبر انه انت موجود في قمة من الحظوظ، قمة زمنية من الحظوظ اللي بتعطيك القدرات الهائلة لحتى تسيطر على الأوضاع من خلال كلام، من خلال كتابة، ومن خلال مواجهات أيضا إذا بدك، بالإضافة لأخبار سارة. الأكثر حظا هي مواليد 16 ل 22 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. التنين 21 آب أغسطس، القمر والشمس موجودين سوا في كسوف للشمس، قمر جديد عم يخلق، وبالتالي فينا نقول أنه مولود برج الأسد يوم الاثنين 21 آب أغسطس هو انطلاقة لصفحة جديدة، وكأنك عم تحتفل بهالصفحة وهالمرحلة الجديدة. لأنه كسوف مطلوب منك أنك تكون شوي حذر. الكسوف هو نقطة ضعيفة، عامل ضعيف فلكي بالنسبة لك، فكون حذر وانتبه. تأثيرات الكسوف معقول تمد وتدوم أكثر من هالأسبوع هيدا. جميع الأحوال في صفحة جديدة ناطرتك. الثلاثة والأربعة مولود برج الأسد، أنت شخص قادر أنه أنت يفرض رأيه، يفرض موقعه، لكن انتبه بالدبلوماسية وبالمرونة، مش بالقوة ومش بالعناد. الأجواء بتطلب منك أنك تفاوض، وبتقدر تفاوض ورح تطلع بالنتيجة ناجح، لأنه الأجواء دعمتك 100%. فقط اطلب مساعدة ونصيحة من أشخاص فهمانين. الخميس والجمعة مولود برج الأسد بعتبرك شخص قادر أنه يلجأ للدهاء
والقدرة على الإقناع مولود برج الأسد، بعتبر إنه الخميس والجمعة يومين بيحملوا لك تنقلات زيارات وقدرة لحتى توصل فكرتك وتدافع عن حقك. انتبه لما بتكون عم بتعالج فاتورة أو عقد ما لحتى ما تكون أنت خسران أو تكون مغبون حقك، احتمال إنه يكون في زيارة أو يمكن عم بتناقش موضوع مع أحد الإخوة. السبت والأحد بعتبر إنه هاليومين بيحملوا لك قلق تعب، فانتبه انه عطلة الاسبوع ما تكون انت زعلان او يزعلوك، او يكون في بعض المسائل العائليه يلي بتطلب حضورك وبتطلب هدوءك، هدوء اعصابك لحتى ما يصير في مشاكل، خاصه اذا كنت من مواليد 13 ل 18 اب اغسطس. كن حذر جدا، كوكب المريخ ببرجك يجذب لك المشاكل والمتاعب، انتبه من السرعه سوء على مهلك. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، التنين هو أضعف أيام الأسبوع، القمر والشمس اتنيناتهم ببرج الأسد، نقطة ضعف، عامل فلكي ضعيف بالنسبة لك، بيخليك تكون أنت الورقة الخاسرة أو الورقة الضعيفة، فقط يوم الاثنين، فطول بالك اليوم التنين، خلي الأمور تمشي على الهدى من دون ما تحط حالك بمواقف محرجة، حاول إنه ما تاخذ قرارات مصيرية بهيدا النهار. الثلاثة والأربعة بلش نجمك يقوى شوي شوي، التلاتة نجمك قوي، أما الأربعة فنجمك أقوى وأقوى بكثير. إذا التلاتة والأربعة هن يلي بيردوا لك حقك، وخاصة يوم الأربعاء 23 آب أغسطس القمر والشمس بيكونوا ببرجك، انطلاقة لصفحة جديدة، ثقة في النفس قوية جدا، هنالك معنويات مرتفعة، وهنالك انطلاق بمرحلة أو كأنك أنت واقف على عتبة جديدة وعم تاخذ قرارات. خميس والجمعة تقدم دعم، محاولة منك لحتى تخوض تجارب جديدة، وليه لا، مولود برج العذراء أنت مسيطر يومي الخميس والجمعة، انتبه فقط من بعض الأمور يلي بتفكر أنه أنت بحاجة لها ويمكن بالفعل منك بحاجة لها. السبت والأحد مولود برج العذراء تواجه بعض الأمور يلي بتتطلب منك أنك تفسر، تعبر عنها، توضحها، فحاول تكون واضح بكلامك تجنبا لحصول اي التباس. الانشط بهيدا الاسبوع هن مواليد 10 و11 سبتمبر، مع انه جميع مواليد برج العذراء نشيطين جدا. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان ابتداء من الأربعاء 23 آب أغسطس بدك تعرف مولود برج الميزان أنك رح تدخل بمرحلة مراوحة مكان. التنين 21 آب أغسطس بعتبره من أفضل أيام الأسبوع، هنالك تقدم، نجاح فينا نقول، هنالك نوع من صداقات ومعارف رح توقف لجانبك، ما رح تكون لحالك، رح يكون في دعم لك مستمر، فحاول أنه يوم الاثنين تشهل بالأعمال المهمة، وحاول أنه تسأل مين في يساعدك حتى تتقدم. الثلاثة والأربعة بعتبرهم يومين ضعاف جدا، هنالك تعب، هنالك خيبة أمل، هنالك زعل، ولكن فيك تقول إنه فيك تعتبرهم يومين للراحة، ما تاخذ قرارات وحاول إنك تنتبه من المحتالين والالتباسات. الخميس والجمعة بسبب وجود القمر ببرجك مولود برج الميزان تستعيد السيطرة شوي على أمورك، وبترجع الأمور تصير واضحة بالنسبة لك، وبيسهل عليك عندئذ أنك تاخذ القرارات اللي أنت لازم تاخذها، ويمكن إذا في مسألة عالقة على الأرجح رح ترجع تسمع جوابها ورح تفرح وتعتبر أنه ضروري إعادة النظر ببعض الأمور يلي أنت بتعرف بينك وبين ذاتك أنه مش نافعة. السبت والأحد مولود برج الميزان انتبه من المحتالين، انتبه على المصاريف، هنالك أجواء حلوة بانتظارك، لكن ضروري تعرف أنه كل شيء بحسابه وكل شيء بوقته، انتبه على المصاريف وانتبه من الأشخاص اللي بيطلبوا منك أمور ما لازم تعطيهم إياها. الأكثر حظا بهذا الأسبوع 13 ل 15 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب يوم الاثنين هو يوم بيحمل ضغوط، كسوف الشمس، القمر والشمس اثنيناتهم بمربع مع برجك، من اعلى نقطه بالدائره الفلكيه انت تحت الاضواء وكانك انت امام امتحان، وهذا الامتحان انت بحاجه له، ناطره او متسجل له، عندك موعد، كل هالامور هيدي بتخلي مولود برج العقرب يوم الاثنين يكون نوعا ما مزاجي، طباعه متقلبه، انتبه لكلامك ما تاذي حدا. الثلاثه والاربعه بتخف الضغوط، وبيشعر مولود برج العقرب بقدره على مواجهه الامر الواقع، ويبدو وكانك
بتوعى وبتشتلق انه في اشخاص بيقدروا يساعدوك وانت بحاجه لمساعده هالاشخاص. الخميس والجمعه هي فتره استراحه، ابتعاد عن الاضواء، جرب ما تحط حالك راس حربي، ما تكون راس حربي وما تاخذ قرارات لانه احتمال انك تندم عليها، فتره ضعيفه بالنسبه لك ومن المستحسن انك تكون مع اصدقاء وناس بتحبهم. السبت والاحد بعتبرهم اقوى واجمل ايام الاسبوع، بالنسبه لك هي الانطلاقه السريعه والمهمه، بالنسبه لك مولود برج العقرب بترجع لك الفرحه والسيطره وبترجع لك سرعه الخاطر وبترجع لك الحماسه، انطلاقه مهمه جدا. السبت والاحد هن افضل ايام الاسبوع. الاكثر حظا 16 ل 22 نوفمبر. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس التنين هو من الأيام السعيدة والحلوة، صحيح في كسوف للشمس لكن القمر والشمس اتنيناتهم ببرج بيدعمك 100%. برج الأسد أبواب بتفتح بوجهك، مفروض يكون في ظرف أو مسألة أو يمكن موقف معين أنت ناطر جوابه مفروض يصير. التنين يوم إيجابي استفيد منه بقدر المستطاع. الثلاثة والأربعة مولود برج القوس بتصير تحت الأضواء، بتحس انه في شيء مهم انت بانتظاره، انت بحاجه لمين يساعدك، ولكن انا بقول لك انه ما تخاف من هالقلق لانه بالنتيجه رح تطلع ربحان ورح تطلع مبسوط، فقط حاول انك تسيطر على اوضاعك وكلامك، انتبه ما تزعج حدا بكلامك. الخميس والجمعه هنالك فرحه، افراح، احتفالات، تسليه، وهنالك نوع من رغبه في المشاركه بمشروع اجتماعي او عائلي ورح بتكون انت مبسوط. السبت والاحد بصراحه هني اضعف ايام الاسبوع، اضعف ايام الاسبوع، انتبه ما تشوه سمعتك، انتبه من المشاكل العائليه وغيرها، انتبه من خيبات الامل، من الالتباسات، من المحتالين. تبقى المواليد الاكثر تعبا هي 13 14 و15 ديسمبر. بكمل مع برج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي يوم الاثنين هنالك محاسبة، انت عم تحاسب حدا او حدا عم بيحاسبك، في اوراق، في معاملات، هنالك ضرورة لحتى تواجه الحياة بدبلوماسية بمرونة، ما حدا رح يزعلك، ما حدا رح ياخذ من حقك، فقط مطلوب منك انك تكون واعي للي عم بيصير. الثلاثة والاربعة بيقوى حظوظك بشكل كتير كبير، مولود برج الجدي، وبعتبر الاربعة هو من اجمل ايام الاسبوع واكثرها حظا. باب الحظ مفتوح قدامك، اطلب واتمنى. الخميس والجمعة ما تخاف من الضغوط، قوي قلبك، كون جريء، حضر لعملك لأنه نجاحك هو امتياز، هو تفوق، وهو فعلا شيء باهر جدا. ما تتأخر، ما تخاف من الخميس والجمعة. السبت والأحد هنالك عودة للحياة الترفيهية، عودة للفرح، وعودة للبسط، وعودة للصدقات وللارتياح. بالك مطمن وهنالك فرصة سعيدة بتحقق فيها تقدم. الأوفر حظا 10 11 و12 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لك مولود برج الدلو التنين هو من الأيام الصعبة بهذا الأسبوع، القمر والشمس اتنيناتهم ببرج الأسد ويمكن يكونوا من أصعب أيام الشهر حتى، هنالك ضغوط عليك، هنالك بينفرض عليك مسألة أو أمر واقع، حاول إنه ما تتمرد، حاول إنك تواجه الأمور بكل هدوء، وحاول إنه أنت تفسر الأمور بمرونة، ما تتمرد، مش وقت إنك تفرض رأي لأنه بتعمل خلاف، بتعمل مشكل، واحتمال انه حتى يكون في نوع من مواجهة مع شخص بتندم بعدين على مواجهته. الثلاثة والأربعة بتخف المشاكل وهنالك انفراج تدريجي بتلمسه ابتداء من يوم الأربعاء 22 آب أغسطس. أما الخميس والجمعة فهن من أفضل أيام الأسبوع ويمكن بصراحة يكونوا من أفضل أيام الشهر لأنه القمر صار موجود ببرج الميزان صديق لك، بطلت في معاكسة من الشمس. بعتبر الخميس والجمعة هن اليومين يلي معقول تعوض فيهم عن كثير من تأخير ومن مشاكل. أما السبت والأحد فبيرجع بيغرق مولود برج الدلو بواجبات، هالواجبات اللي معقولة تتعبك شوي، معقولة تحطك أمام واجبات ومسؤوليات مهنية أو اجتماعية أو حتى عائلية، فالأمر مزعج شوي، حاول تطول بالك.
الأكثر عرضة للضغوط وللمواجهات هي مواليد 9 ل 14 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هيدا أسبوع بيتغير جوه ولونه من ضغط عادي لضغط أكثر بسبب طبعا انتقال الشمس لبرج العذراء الأربعاء 23، وطبعا القمر بينضم لبرج العذراء أو بيوصل لبرج العذراء قبل بنهار 22 آب أغسطس. التنين 21 آب أغسطس كسوف الشمس يقع عندك في بيت الصحة وبيت العمل، ضروري تنتبه للمسائل المهنية والمسائل الصحية، نقطة الضعف عندك بتبين بيكشفها هيدا الكسوف، يمكن تضطر تشتغل على مسائل صحية أو مسألة مهنية بتبلش تفكر فيها ويمكن تغير رأيك لأنه بتشوف الأمور من منظار مختلف. الثلاثة والأربعة يومين صعبين بالنسبة لك، تحديات موجودة لاسيما الأربعة، هنالك مزاجية، عندك رغبة بالبكاء، عندك رغبة بالتذمر بالتشكي ومزاجك منه إيجابي، ما في تفاؤل، ضروري تلاقي منفذ لهالأمور، ضروري تتسلى وتدخل فرحة على حياتك بهاليومين لحتى تواجه السلبيات بالإيجابيات. الخميس والجمعة بتخف الضغوط عندك، هالموجة من السلبيات بتخف كليا، بتبطل تحس انه في مؤامرة ضدك، بتصير اجواء الطف بتساعدك وبالك بيرجع بيطمن شوي شوي، ويمكن تضطر تعتذر او يمكن تضطر تبرر بعض الاساءات اللي طلعت منك وما بتقصدها. السبت والاحد هن فعليا يومين إيجابيين، هن يومين بيساعدوك لحتى تحقق مصالحة تقدم. الخطوة الجريئة بدك تخدها بكل هالأسبوع، حاول تخدها السبت والأحد لأنه هن فعلا من الأيام الحلوة يلي بيفتحوا قدامك مجالات لحتى تقدر توصل وتعبر باتجاه شخص أو جهة معينة بنجاح. يمكن بدك ترتبط، يمكن بدك تتصالح، بدك تعتذر أو بدك تفك ارتباط. الأكثر حظاً 14 ل 19 أدار مارس. هذه كانت التوقعات لهالأسبوع من 21 آب أغسطس، يعني من وقت اللي ببلش كسوف الشمس حتى الأحد 27 آب أغسطس. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو، أسبوع موفق، وإلى اللقاء في أبراج أخرى وفيديوهات أخرى. باي باي.